صباح الخير مجددا لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تحضرونا اليوم. لكن مثل ما كنت عم خبرها لرانيا فقراتنا عديده، واليوم كاكله عندنا اكله كثير طيبه، بيكت بوتيتو ستافت وذ تو سالمون اند شريمب مع شيف جعاد. ولتحضير هالطبق بيلزمكم بطاطا مشويه، سموكت سالمون، مارينيتد سالمون، ريديس، حبق، زنجبيل أو جينجر، هورس راديش، عنا فجل حار، كمان عنا لبنة، ليمون جوس، عصير حامض، برش حامض، ملح وبهار، وكمان جرين سالد. هو هني مقادير اليوم. وأكيد اليوم استثنائياً من بعد تيستينج عنا تيبس، خلوكن معنا. طب لقلنا صباحك، كيفك انت؟ صباح تمام. قلت لي شيء كثير مهضوم اليوم بدنا نعمله. أكيد مثل العادة. بطاطا مشوية اليوم الرسات كتير سبيسيال، كتير مهضومة. إذا بتلاحظي الغراض مثل العادة ما بحب كتير أعجقها، في شوية غراض، بس هلأ بنشوف النتيجة آخر شيء. وجاي برودوي جديد يمكن مش على كل الناس، مثل البيب. هيدا الهورس راديش الأصلي، هيدا الرو يعني طازة، مش طازة. المصنع المشتري مرطبين. هيدا نوع من أنواع الفجل، ريحته قوية، ريحة الهورس راديش هو زيته يعني، بس بيجي حد بيجي في حدية يعني. هلا شوفي بس حر. بس نقشره ونقطعه كمان تقوى ريحته أكثر. هذا رح ناخده رح نعمل فيه الصوص اللي رح نخلط فيها السي فود. الرسات هي اخدين بطاطا مشوية، هلا رح نقصها ونفضيها، رح نرجع نعمل خلطة صمول فيمي. يعني بدك تستعمل البطاطا كباز؟ مزبوط. هلا والقلب اللي رح نفضيه كمان رح نستعمله للحشوة. اوكي اوكي اوكي. عندنا هون صمون ماريني، نحن مرة حكينا عنها، بس أنا هون شو عامل؟ آخذ حاطط عليها جنجر وكزبرة من امبارح لحتى تاخذ طعمة الجنجر أكثر. هلا الرسات كمان رح يكون فيها جنجر، وين حطيناهن هون؟ كمان هلا رح نبرز جنجر بقلبها، ورح نعمل قريدس بقلبها كمان لكل الخلطة، رح يكون فيها نوعين سومو. ديتوكس يعني؟ تقريبا. هلا بنحكي شوي عن ديتوكس كمان، لأن نحن بلاباستا عم نعمل كل نهار جمعة غدا بفيه ديتوكس. اوكي؟ مفروض بفيه ديتوكس؟ كل شيء مع الجوس، مع من الجوس للدسير كله ديتوكس. من جمعة الجاي انا بالمبدا رح بلش اشتغل فيها على الهواء، برودوي تقريبا كله جديد سلبي، فمفروض نشوفك تحت نهار الجمعه. اوكي، لكن نحن هلا رح نبلش فيها هالرسات. شو رح اعمل انا؟ بدي بلش اطبخ. اول شيء بالمقليه حطينا زيت زيتون، زيت زيتون، حصتون. رح بلش اطبخ القرايدس، بس مثل العاده مثل ما دائما بنعمل رح ناخذ شو كم شغله نحطهم بقلب المقلية لننكه المقلية قبل ما رح تنكه بالهورس راديش. مزبوط. والجنجر كمان احو كمان رح ناخذ شقفة جنجر كمان قصة هيك. هول كلهم مثل العادة رح نرجع نشيلهم. ايه اكيد، بس تنكه الزيت. واذا بدي ورقة حبق شو بعمل؟ اوكي، هون اذا بتشوف المقلية هلا رح نتركها. طلعنا مزيج من الهورس راديش وتوم وجينجر وحبق. هلا هون رح نتركها تحمى على نار خفيفه تما يحترقوا البرودوي كلهم، بس تطلع كل الطعم. رح ناخذ القرايدس نطبخه ونحطه على جنب، بيكون صار عندنا قرايدس مطبوخ، السومو جاهز، بدنا نبلش نشتغل فيه ونقطعه. طيب خلينا نبلش. لكن فينا نسلق البطاطا ولا مشوية احسن؟ فينا نسلقها ايه، بس التكستير تبعها بصير يفرط والقشرة بتصير تقشر لحالها، احسن نشويها تكون أوكي. ملفوفة بورقة الومنيوم. اوكي، هيك احسن، بتضل محافظة على شكلها. خليني بلش انا. شو رح اعمل؟ بتعرفي شو بتبلشي فيهم يمكن انت؟ البطاطا. ولا ما بدك؟ في يكون ما بدك عادي، مش انه بدي بدي ما بدي. لك شو رح نعمل؟ بدي ما بدي بدي ما بدي. اللي كيف انا بساعدك. ماشي، وهول كلهم اللي رح نعملهم بدنا نرجع نستعملهم، رح نرجع نستعملهم نحطهم بقلب الخلطه.
ما كتير بدنا نغمق رحي. اوكي بتو تضل يسافيها بطاطا. وشو رح نعمل كمان؟ رح نخدها هيك قبل ما نعملها ستاند، نعملها مثل مطرح توقف حتى نوقفها اخر شيء. هاي اكيد رح نشيلها نكبها. اوكي القشره. طيب بعطيكي صحن هتشيلك. بتعرفي شو دغري حطي بالصحن اللي بدنا. اوكي بس تعمليهم هيك حطيها ديركت هيك. يوه. اوكي هون لكن رح نقوي شوي النار. إذا عندي شوية كزبرة ما عندي، كان بدي أحط كمان بالمقلاية شوي. منيحة هيك؟ كثير منيحة. بس عملتيها من تحت مطرح ما عندك؟ لا. أوكي نرجع من القصة. أوكي. وأحسن نعملها قبل ما نفضيها بتكون أهيأ. انت عملها هيدي ورجعتني بخاف انزعلك مني. لا هيك تعمل رح بلش لك بهول انا. فنحن مثل ما قلنا جماعة جي رح نبلش نشتغل بالبرودوي كله تبع ديتوكس اللي هو تقريبا كله جرينز جديد نازلين على السوق عم نشتغل فيهم من قمح ل كينوا. كينوا اوريدي اشتغلنا فيها بس في كذا نوع كينوا كمان وفي كذا نوع في اشياء بكره بنحكي عنها بنحطها قدامها بنفرجيها للمشاهدين. اوكي قبل ما ابدا كلها بتكون بالبيفيه ديتوكس تبع اللابوستا. هون انا رح اقوي النار. شو رح اعمل اذا بتلاحظي؟ اخذ القرايبس حطهم هيك ودغري افلشهم لحتى ما يبقوا ميتهم. بهار اسود ملح اوكي. هون اذا تلاحظي دغري القرايدس لانه المقليه حامله هودي فلوسو بدك بعد؟ ايه نعملهم كلهم. حتى يعني قصة البطاطا فينا نعمل لها كذا حشوة فيها تكون فيجيتيريان إذا بدنا مش ضروري تكون سمكيريان. سمكيريان. أوكي هون الرايس بلش يستوي. هنشيلهم هون كلهم هلا رح نحطهم مع اللبنه. جايب لبنه لايت كمان. شو رح اعمل انا؟ رح اطفي عليها وقبل ما اشيلهم اتركهم هيك بالمقلايه شي دقيقه بعد في النار مطفيه. اوكي يكونوا استوى مزبوط قبل ما ينشفوا بنشيلهم ديركت. اوكي هلا البطاطا كمان رح نعمل فيها شغله. هيدي مشي حالها. هلا اذا ضل معنا وقت بلكي قبل ما نعمل البطاطا بنرجع هيك نعطيها لون بالمقليه مع نقطه زيت زيتون نحط لها شويه اعشاب كمان. هذا القرايدس رح نشيله. اذا بتلاحظي القرايدس يعني ما بده اكثر من دقيقه ونص دقيقتين دغري تيغير لونه. مزبوط ما بنخليه وقت كثير لانه بنشف. اوكي تغير صوتها لتاتيانا. انو اوكي اذا بتلاحظي هو اللي قريت ستي في صارو
مع كل البرودوي اللي حطيناه رجعنا حطيناهم. هلا نحن وعم نشيلهم رح ناخد الكريفات ونقطع والباقي رح يبقى بالصحن. اوكي هون اوكي انا هلا بس تخلصي عندك رح بلش اشتغل بالستافينج تبعها. يا خلصنا هولي هولي عن الزبالة قشر لك. شو رح أعمل؟ رح أحط شوية زيت هون. رح اخذ البطاطا مثل ما هن رح احطهم بالمقلايه يا ستيفاني. ارجع اقلبهم شوي بالمقلايه هيك لياخذوا طعمه. نحط لهم ملح وبهار. انا مركزه هون ولا اوكي. هاي البطاطا لكن في معك اوه بيضتيها هولي لكن للحشوه. اوكي هذا رح نشيله ننظف شوي تنبلش نفرم اغراض الحشوه بنفس الوقت كمان نفس الوقت. هلا بنبلش نطبخ البطاطا بالمقلاية. الحشوة بدنا نجيب الجاط مثل ما قلنا صار الكريفات جاهز السمونة وين جاهز بدنا نبلش نفرمون. ناخد السمو في ماء. هلا تخيل الطعمة مع اللبنة مع الحامض مع الزيت مع البطاطا كيف رح تطلع. هون كمان رح نفرمون ما ضروري الشكل يطلع غير اللبنة. شو فينا نحط؟ هلا انا هون كان بدي احط مايونيز بدلتها بلبنه. اوكي غيره فينا اذا بدنا ما نحط لا هي ولا هي فينا نحط اذا بدك لا الافضل كريم تشيز شوي عسويت للمسكربوني. اوكي فينا نحط زيت زيتون مع حامض يعني اذا بدنا ما ضروري يكون فيها. اوكي بعد شقفه هاي السمو رح ناخدها مع الكزبرة مع الجينجر. كمان رح نقصها شوي كبيرة ما رح هيدي نقصها شوي مقددة ولا لا؟ ايه هاي السمو مارينة منقوعة بملح وسكر. رح ناخدها هيك طلعت منها المي مزبوط نشفت شوي وأخذت طعمة الملح والسكر والبابر اللي حاطينه. اوكي حطها كلها هيدي لأن هون عندك طعمة طيبة بتعطيها طعمة الجينجر وال كورياندر. هلا هول كلهم رح نشيلهم. اوكي اوكي نغير هون شوي الكف ننظف الخشبه كمان رح نفرم عليها هلا. يعني ثلاث قصص ممزوجين مع بعض بيلبقوا مع بعض اكيد بالنهايه. السومو عندك بيلبقوا يعني مع الكريفات اكيد وعندك هون سومو طعمه الفيمي فيه وهون غير طعمه فيها جينجر وفيها هيدا ايه؟ يعني بنكون استعملنا سومو وجينجر بس بلا ثوم. الجينجر بلا ثوم اكيد لا الكزبره بلا ثوم. الكزبره ايه اكيد كزبره وجينجر بس بس هون الكريفات ناخذهم كمان نفرمهم هيك. هلا شو اللي بدنا نفرمه بعد؟ نفرمنا شوية حبق نرجع نعمل لها الصوص. اوكي هيدا كمان الكريفات. اوكي اوكي رح نشيل هاي وهاي من هون في حبق وبتعرفي لنفرم هالحبتين مش محفزين يعني يبقوا صح. اوكي هلا البطاطا رح ناخدها نفرطها هيك بايدنا
هي اصلا مفرفطه يعني ما بحاجه. يلا دقيقه او دقيقتين بنبلش بالبطاطا نحطها هون. لكن هون صار عندنا نوعين سمو والقراديس مثل ما هي يعني ما بحاجه اصلا، بس عم نقي شوي الشقف لانه ترايا الكبار. هلا نحن عم نخلطهم، مش رح احط لي كثير مفرفطين بيطلعوا بشعين بقلبها. صح. هلا الكبار نحن عم نخلطهم بيفرطوا كمان. مبدئيا بكفي. شو بعد؟ بعد شوية حبق نرجع نعمل الصوص. الحبق ما رح نكتر كتير لأنه عندنا كزبرة هونيك كمان. صح. شوي. اوكي. شو عم يصير بالزيتات؟ الزيتات حميو. هلا رح نبلش نحط شوي البطاطا. هلا هون نحن هاي الإطاب اللي عباله يخليهم مشويين فيه، نحن هون هيك بس بدنا نعطيهم شوية طعمة أكتر. اوكي. واللي عباله يدسمها أكتر فيه يحط زبدة مش زيت زيتون كمان. كمان. بالمقلاية. اوكي. شو رح اعمل انا هلا؟ خليهم على نار. شو بعد بدك تزيد لبنه على الحشوه؟ بدي اعمل ايه؟ بدي اخذها اخلطها لحالها لحتى التكستور تبعها شوية لبنه. اوكي. امبارح كمان عملنا روسات باللبنه. هيك بنشوف قديش اللبنه فينا نستعملها بغير الطريقه اللي نحن معودين عليها، مش على الطريقه اللبنانيه. يعني فيها تكون ضمن صوص، فيها تكون صح. ضمن سبريد، فيها تكون منا ملزمين دائما لتكون بنفس الطريقة. حامض أكيد. هلا بنرجع بنزيد شوية حامض هونيك. هيدي رح ناخدها. بدي آخذ شقفة صغيرة منها. اوكي. بدي أقشرها بهالشكل. أسيان. بدي آخذ أنا مثل إذا بدي شقفة كتير صغيرة منها. بدك تبرشها؟ بدي أفرمها كتير ناعمة، يعني شقفة كتير صغيرة. فينا نبرشها كمان. فينا نبرشها أكيد. إذا بدي هاي الشقفة. اللي هي بتكفي وقوية كمان. حلو الواحد يشوف البرودوي الأصلي. أكيد. نحن دايما بنشوفها بالسوبر ماركت بمرطبين. لونها أبيض نعرف. هي كل العملية منها، مش رح نحط أكثر لأنه حتى إذا بتلاحظي على الريحة كيف طلعت دغري فرمناها. أوكي. شقفة جينجر للصوص كمان ما رح نكتر. هلا جينجر فينا نزيدها هون، فينا نزيدها بالصوص مثل ما بدنا. بالنهاية نفس النتيجة رح تكون. هلا شوي صغير بنبرم البطاطا كمان وبنشيلهم. بتعرفي شو رح حطها دغري؟ دغري؟ رح نحطها هون. ها؟ ايه. شوي كتار. شوي كتار ما رح نحطهم كلهم 100%. لأنه امبارح كنا عم نحكي أنا وتينا كمان في برودوي بتحطيه بالأكل أول ما تدوقيه طيب، بس بعد ساعة بمرمر وبتقوى طعمته. صح. الجنجر واحد من هالبرودويات. صح. هلا هون بنبرمهم. هون شو عندنا؟ لبنه. شوي بنزيدهم. هون عم بخلطهم مع بعضهم هيك ليرخوا. اوكي. هلا رح زيد لهم شوية زيت زيتون. أنا بدي الهدف من الصوص تضل الليزون تبعها قاسية حتى ما تقشط بكعب الجات، لتلقط الكومبينيشن كلها. تعلق عليها يعني إذا بدك.
هيدول شو بدك تعمل فيه؟ يلا دقيقة هول بدي أبرمهم بعد وحدة وشوية زيت. حامض ورح حط شوية زيت عليها. أوكي. بتكون ها هي بس يعني هون عندك الأسيد تبع اللبنة وقويناه كمان شوي بحامض. هلا مثل ما قلت فينا كل شيء حطيناه هونيك نحطه هون من البازيليك من الجنجر من الوسابي بالنهاية مثل ما قلنا نفس الشيء. أوكي. هلا أكيد آخر شيء بس نخلطها. رح بدنا نحشيهم. بدنا نحشيها وبدنا ندوق الملح. أما إذا كان رح يكون ناقصها شيء. أوكي. شوية ملح. هون المعلقة. يلا. بس هون خلطهم؟ ايه يلا هالبطاطا عم نبرمها كمان هيك لتاخد لون وطعمه. بدها بعد شوي صوص. ايه يلا هلا بنزيد لها. انا حطيت نص الكميه دائما تحت نقدر نعمل كنترول مش نقول يا ريت حطينا اقل. اوكي شوية صوص. هلا بنشوف بس نخلطها كمان بتبين معنا. بتعرف في شيء لنشيل هون كله. نخفف على حالنا. هيك هيك خلصنا كل شيء فرم. يلا. يمكن ما بدها ملح لأنه صمو في ميدي. ما كرمال هيك أنا ما حطيت بس بدي أحط بهار. هلا رح أحط بهار ومندوق. هو بيطلع احسن اذا بلا ملح من ما يكون مالح. ايه دائما الملح لازم يكون اقل من المعدل، اللي على باله يزيد بزيد. هلا اذا ما هيك ندوق انا شوف شو طلع معنا. كثير طيبة. شو؟ كثير طيبة. حط لها نقطة زيت زيتون هيك فوقها. بدها. هيك بلا الصوص. لأنه البطاطا بتشرب الصوص. أكيد هلا البطاطا رح تشرب كمان اللبنة رح تشرب كل شيء فيها. لكن الحشوه هلا ستيفاني صار جاهزه بس هول البطاطايات هلا رح يكونوا سخنين كيف بدنا نحشيهم؟ نحن رح نشيلهم هلا ننطر لهم 5 minutes يعني مثل البطاطا قلبها ما سخن كثير بس مالت برا شوي صغيره تبرد حتى كمان رح نعمل البرزنتيشن بنفس الجود. حتى البرزنتيشن فيهم كيف ما حطيتيهم هيك رضيه هيك قطع بيطلعوا حلوين بالجات يعني. بدك احشيهم؟ يلا انا هون شو رح اعمل كمان رح بلش نكتف ورق الخس نشيل هاي نضيف حوالينا شوي جات بد ما جات هيدا جات اخذ شوية خس هون انا جايبهم معي شوية روكا اول شيء روكا سوفاج نتحكم بالحشوة اذا شوي اجينا البطاطا كانت كبيرة من قصة الحبة اللي عم نحشيها لا بالحشوة ايه فينا نحن عم نقصها ونكسرها بس بالملعقة يعني هون كمان حبة البطاطا ستيفاني فينا نصغرها كمان اذا عبالنا نعملهم بوشيات بنجيب بطاطا الميني بوتيتو صح كمان نفس التكنيك يعني بنشويها وبنرجع بنفضيها
وصحت لك الصحة مشكلة. معلش ما هلا رح نحط فيه سلاد، هلا بنمسحه. هلا هون السلاد هيك شوي بس لنغير لون الجاط. يعني هيدي الرسات او ايه، هاي احلى وحده، هيك خليهم يطلعوا بومبي. مش فلات. ايه تكرم. يعني هاي الرسات كنت عم بقول انه عندك فيها ريدس وفيها سمو وفيها بطاطا وفيها خس، صح؟ يعني بتحسيها فيها تكون غدا لحالها، مش ضروري تكون اكيد مع شيء. غدا. انا هون خلصت وانت خلصتي. هيدي اذا بدك شي نهار كمان في، اذا بدك تعمليها بالبيت بتجيبي بطاطا اصغر بتعمليها بفرينات، بتعمليها بمشيات، بتعمليها يعني فيها تكون بكثير. هالرسات فينا نستعملها بكثير اشياء، حتى على البيفياتنا نحن تقريبا هيك رضيات بتلاقيها دائما عندنا بالبيفيات. اوكي كفي عنك اذا بديك. لا حلوين كثير حلوين. خلص وقتنا جاد. اوكي نحن بدنا نكفي. انا رح كفي احشيهم. نحشيهم نحن بنرجع بنشوفكم بتيستينج اتو تالا. بيكت بوتيتو ستافت مع نوعين من السومو وكمان ريدس، وكمان حطينا صوص مزيج من اللبنة والحامض وزيت جينجر، وكمان حطينا البطاطيات يلي فضيناهم حطيناهم بالحشوة. شوينا البطاطا رجعنا قصيناها هيك يو نو ايفريثينج. نزلوا كلهم اليوم، شفتوا كيف عجقت بالستوديو؟ على ريحة طيبة، طلعت ريحة مش معقول شو طيبة. على ريحة الجينجر والهورس راديش. رجعنا قصيناها فضيناها، رجعنا عملنا الحشوة بالسومو الفيمي والماريني والريديس، رجعنا عملنا صوص بالحامض واللبنة. اللبنة ليش لبنة؟ أول شيء استغنينا عن المايونيز، يعني شيء عندك الأسيديتي تبع اللبنة الصور يعني طيب كثير مع السومو. لايت مع كمان. كمان عم بتطمنينا بالجينجر والكوريندر. يعني فيري هيلثي اكيد، يعني كلها على بعضها بين البطاطا والحشوه تبعها كثير لايت. وان بلوس يعني جلت فري هلا فينا ناكل اجوجو. ايه وميل كومبلي، يعني فيه بروتيين فيه كاربز و ايه يعني عندك البطاطا والسمو والكرافات. جاد بيضحك، بيعرف عندي نقطة ضعف على أكلاته، فبيصير هيك يطلع فيه من طرف عينه ويضحك. شو بدها تقول هلا؟ عارف شو رح يصير نتيجة. لنشوف. يا وأنا كمان باخذ هاي. أنا رح بلش دوق الحشوش هادي. ريدي؟ كتير انا رح اعمل هيك بهيدا الاصبع ستيفاني. انا قد ما صوبنت اليوم راح نذكر انه ينزلوا يعتصموا كرمال قانون ضد تعنيف المراه. ما هيك واذا ما صوتوا لنا ما رح نصوت لكم باحلامكم. ونحن اكثر شيء على الارض يعني. صح. بدك تصوت لنا؟ بدي صوت. صوتي لي؟ نحن صوتنا لك 100% هون 100% عم نصوت لك، بس اذا ما صوتت لنا من يوم ورايح ما رح نصوت لك 100%. ما هيك؟ اكيد. شو راني حبيت الكومبينيشن؟ كثير سي ترو بون، كثير طيب، كثير هيك خفيف، بتعمل فري دو مير بلا ما نحكي عنها، يعني كثير ناجحه كأنتري تاخذ العقل. مبين طعمة السومو وطعمة الكرواتي، يعني ما في شيء مخبى على، مش مبينة طعمة اللبنة قوية. مزبوط يعني أبدا ما كأنه. أبدا ما كأنه لو ما يعني فينا إذا واحد بدوق أو ما بتقلي له لبنة ما رح يعرف، مش رح يعرف إنه فيها لبنة أبدا. وفينا يعني البطاطا منفصلة عن الفريدومير، اللي ما بيحب صح بيقدر بكل سهولة ياكل الحشوة فقط. والغارنيتور فيها تكون سلاد أكيد حلو. إيه هلا هون السلاد واحد حر، بيحط رقة لحال، بيحط آيس بيرغ لحال. ثانك يو جاد.
احنا بنرجع بنشوفك نهار الثاني الجاي، لكن مثل ما قلنا رح نشتغل بالديتوكس. اوكي، وبنشوفكم الجمعه كمان بلاكوستا ان الله رد. مشاهدينا خلصنا فقرات والدنا على اليوم، انا برجع بتقي فيكم بكره. ما تنسوا البسمه على وجهكم وما تنسوا تصوتوا لنا، صوتوا للنساء. ثانك يو، باي باي.